يا هلا فيكم. يواصل متضرر السايبر رفع شكواهم ضد البنوك السعودية والتي رفعت أقساط التمويل العقاري بناء على الفائدة المتغيرة أو ما يعرف بمؤشر الاقتراض بين البنوك. المئات من المتضررين كانوا قد رفعوا دعوى قضائية على البنوك في ديوان المظالم بعد ارتفاع الأقساط الشهرية ووقوعهم ضحايا لما يسمى بالسايبر. خلونا نشوف هذا التقرير عشان نعرف وش القصة وش المعاناة لديهم، بعد ذلك بنتحدث بتفصيل أكثر. كغيرها من المعلمات تحمل علياء كتبها وروحها على كفها حين تغادر إلى مدرستها التي تبعد 90 كيلومترا عن جدة، لكن خوفها هذا يهون عند مقارنته بخوفها من أن تعود فتجد صغارها تحت أنقاض منزل يستقطع ثلثي راتبها. علياء باختصار إحدى ضحايا ما بات يعرف بفلل الكراتين. في يوم من الأيام تفاجأت وأنا خارج البيت في العمل أنه العامل اللي عندي في المنزل تتصل وتقول يا مدام طاح علينا البيت، ولك أن تتصور يعني نفسيتي في هذا الموقف. أولادي ما عندهم أحد، مقفل الباب وطاح عليهم السقف. اتصلنا بالدفاع المدني، باشر الوضع الدفاع المدني، رفع لي البلدية، قال لا بد أن البلدية تجي. جاني مهندسين من البلدية ورفعوا الأمانة جدة. أمانة جدة أصدرت لي تقرير أنه المنزل شبه خطر وأنه متهالك ولا بد من إخلاءه. توجهت للبنك يعني أعطيهم هذا التقرير أو وفيتهم بهذا التقرير تقريبا لخمسة أو ستة شهور، لكن للأسف ما رد علي البنك. حلهم الوحيد أنا طالبتهم بفسخ العقد حقيقة، لأنه صراحة هذا المنزل صار بالنسبة لي كابوس. أنا وأولادي، أولادي صاروا يقولوا ما نبغى نرجع البيت، هذا البيت يعني بيطيح علينا. ليس هذا فحسب، فالسايبر أو الفائدة المتزايدة باتت أيضا كابوسا يقض مضاجع كل من تورط مع البنوك والمطورين العقاريين. موضوع السايبر هذا تفاجأت فيه، يعني شهر من الشهور أول ما بدأ معي شفت الاستقطاع مبلغ جامد، فتراجعت يعني راجعت البنك واتصلت بخدمة العملاء استفسر إيش سبب الاستقطاع المبلغ الكبير. فوضحوا لي، قال لي الموظف إن هذا مؤشر عقاري، ومرة يقول لي سايبر، فما كان هو واضح معي ولا هو كان فاهم إيش الموضوع بالضبط ولا أنا قدرت أفهم عليه. قدمت في مؤسسة النقد، قلت لهم يا جماعة الخير أنا عندي العقد ينص على أنه منزل 2% وأنا أحتاج أن أنا تنصفوني، لأنه العقد حقي واضح وصريح من القيمة الإجمالية وليس من هامش الربح، والبنك زاد لي في هامش الربح. للأسف الشديد مؤسسة النقد ردت علي نسخ ولصق نفس رد البنك. وعودا على بدء، فبيت العمر لعلياء تحول إلى أطلال ما عدا غرفة واحدة. يعني صار كابوس فعلا، يعني شوف لنا ثلاثة أدوار ماني متنعمة منها إلا بغرفة واحدة عشان أطمن على أولادي فيها، يعني حاسة أنها أمن غرفة أحطهم فيها. صرنا ناكل ونشرب وننام في نفس الغرفة أنا وياهم. يعني هذه قصة لضحية من ضحايا السايبر، ولا وزاد الطين بلة، ويعني صارت ما بين المطرقة والسندة، بين مطرقة البنوك اللي ترفع فوائدها فوائد متغيرة وما بين المطورين العقاريين اللي يبنون فلل يعني الله بالخير وفلل كرتونية، ثم بعد ذلك يجي المواطن يفكر ببيت العمر وأنه يسكن ويستقر حتى لو كان يقتطع أقساط كبيرة للبنوك من راتبه الشهري ودخله الشهري، لكن لأجل أن يستقر ويسكن يلقى بيت الحلم، لكن في النهاية يصير صرحا من خيال فهوى. وهذا اللي صاير لعلياء، وقصص كثيرة ومعاناة مستمرة. يعني
أعانهم الله، ولذلك سنتحدث عن هذه القضية بالتحديد ومعاناة الكثيرين مع البنوك من خلال السايبر. وينضم معنا في الاستوديو الكاتب الاقتصادي أستاذ عبد الله الربدي، وكذلك ينضم معنا المحامي والمستشار القانوني الأستاذ منصور رفاعي، وهو أيضا محامي متضرري السايبر، وينضم معنا المتحدث باسم متضرري السايبر تركي العمري. بس أنوه أنه تواصلنا مع مؤسسة النقد ومحافظ مؤسسة النقد، وعدنا بأنه يتابع هذه الحلقة ثم بعد ذلك سيكون لهم رد ومشاركة للمعلومية أنه رفعت دعوة في ديوان المظالم مؤخرا من قبل متضرر السايبر ضد مؤسسة النقد أيضا في ديوان المظالم، ولذلك نحن سنتحدث عن قضية متشعبة ولها فصول ولها تبعات ولها قصة من معاناة لم تحل، وما زال صوت المتضررين يصرخ وينادي ولا مجيب. خلوني أبدأ مع عبد الله الربدي. عبد الله أبدأ معك، يعني خلينا بس نبسط المشاهدين لما نقول متضرر السايبر، ما الذي نعنيه بمتضرر السايبر وما هو هذا السايبر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء، السايبر هو تكلفة الإقراض بين المصارف السعودية بالريال السعودي، بمعنى أنه المصارف دائما لديها احتياجات، وإحنا نعرف أن عمل طريقة عمل المصارف تستفيد حقيقة من فرق التكلفة ما بين الأموال المودعة وبين القروض التي تعطيها على شكل قروض سواء تجارية أو للأفراد. هذا الفرق هو اللي دائما يكون فيه فائدة بالنسبة للبنوك. الفائدة لا يمكن أن تكون ثابتة 20 سنة 30 سنة، لا يمكن أن تكون ثابتة، راح تكون متغيرة على حسب العرض والطلب وعلى حسب الأموال اللي موجودة في النظام المصرفي. فلذلك السايبر نظام تسعير زي البورصة، نظام تسعير لكلفة الإقراض بين البنوك. فكل بنك في الصباح يتم تحديث البيانات اللي عنده ويعطي سعر الفائدة اللي يستطيع أن يدفعها لأي أموال تجيه بين البنوك، طبعا هذا بين البنوك. فبالتالي تجمع هذه المعلومات من كل بنك ويتم حساب معادلة معينة، وبالتالي يطلعون في المتوسط اللي هو سعر السايبر. هذا هو يعتبر تكلفة الإقراض بين البنوك، وهذا اللي يخليه يختلف. مثلا عندك الحين القسط الشهري مثلا نقول 5000 ولا 6000، فجأة يصير مثلا 7000، يعني يتغير يرتفع سعر طبعا هنا القسط. في هذه جزئية ثانية، الحين القروض ليست كلها طبعا فائدة متغيرة، في قروض فائدة ثابتة وفي قروض فائدة متغيرة. فلما تكون ثابتة طبعا خلاص هذا بنظام المرابحة، فبالتالي السعر الشراء وسعر البيع معلوم والمدة معلومة، بالتالي مهما تغيرت أسعار الفائدة ما راح يتغير القسط الشهري. لما تكون بعقد إيجار والإيجار دائما راح يربطونه بسعر فائدة متغيرة، في فائدة ثابتة ولكن مو مطبقة بشكل كبير، لكن في الغالب اليوم واللي احنا نتكلم عليه عقود الإيجار بسعر متغير أو بفائدة متغيرة تربط، إذا كانت فائدة متغيرة على طول تربط بالسايبر، هذه يعني خلاصة الكلام، فتربط بالسايبر على أساس أنه تغير. طبعا الفترة الماضية كل الإخوان اللي كانوا ماخذين أو مواطنين ماخذين قروض استفادوا من فترة كان في ركود في أسعار الفائدة، والسايبر كان راكد لفترة طويلة، يعني نتكلم حنا من حوالي 7-8 سنوات والسايبر ما كان يتحرك بشكل قوي. لما تغيرت المعطيات، سواء تعرف احنا مربوطين بالدولار الامريكي، فتغيرت اسعار الفائده بالدولار الامريكي، فبالتالي سامة او مؤسسة النقد غيرت اسعار الفوائد، اثر تاثير طفيف على السايبر، ولكن ليس هذا كل القضيه. القضيه الاكبر كانت مستوى السيوله لدى البنوك اللي اضطرت انها تتنافس ما بينها على الودايع، فبالتالي صاروا يرفعون اسعار السايبر، فبالتالي انعكس على والضحيه طبعا المتضررين على حساب المواطن. وهذا الكلام الان يعني يمكن الاخوان المتضررين يلاحظون انه ما حدث الا من حوالي تقريبا سنه ونص. طيب لم تخن الذاكره. طيب خلينا نسمع صوت تركي المتحدث باسم المتضررين، مجموعه كبيره من المتضررين. لخص لنا المعاناه، وينها بالضبط المعاناه الكبيره، وقصتكم مع مطالبتكم بانصافكم خلال الفتره الماضيه. أول شيء بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. حنا مشكلتنا زي ما ذكر الأستاذ أنه حنا لما جينا الموظفين لو أحد تم
إنه شرحنا زي ما شرحوا الأخوان السايبر كذا وكذا وكذا، كان ما شفت المشكلة اللي احنا واقعين فيها الآن. لكن في البداية لكن يوهمونك في البداية، يوهمونك. وبعدين العقد دائما أقولها في كل القنوات، العقد مغلف، لا في كلمة سايبر ولا في كلمة ريبو ولا سواب ولا أي شيء، كلها يعمولة متغيرة أو حسب المؤشر المتفق عليه. المؤشر المتفق عليه أقدر أحطه أي مؤشر، يمكن الأستاذ عبد الله يقدر أي مؤشر تقدر تحطه به، أسهم، ذهب، أي شيء. فكانوا دائما يقولون هذا مؤشر عقاري، والعقار الآن واصل حده، وإذا صار غالبية المتضررين اللي أخذوا قروض عقارية هم أكثر المتضررين، أكثر المتضررين اللي ماخذين العقود اللي بالأجارة اللي مرتبطة على بعد سنتين تقريبا عرفنا أنها سايبر، ولا سابقا ما نعرف. ولا ما شرحوا لكم البداية وما جيت تأخذ القرض أنه ترى بيكون في سايبر احتمال عمولة متغيرة سترتفع، قد يرتفع عليك القسط الشهري بمقدار كذا، يعني ما في توضيح. لا ما في، الموظف مسكين ما يعرف، مع حاسب آلي وشهادة ثانوي يحطه موظف، كيف تبغى يشرح لك سايبر؟ صيد ثمين جدا. وبعدين ألزم عليه البونص يا عزيزي، ألزم عليه البونص. أضف إلى ذلك في نقطة مهمة، إحنا اللي خلانا نوقع وننخدع أنه يعطونك جدول سداد من أول قسط إلى آخر قسط وثابت، ثابت. فأنت توقع خلاص، انت مثبت راتبك وعارف امورك، مثلا 50% هذه للبيت، 50% بعيش فيها، خلاص ما عندي اي مشكله. لكن الان اكتشفنا ان الزيادات تزيد فوق 1500 الى 1800، وغير كذا يزيد المبلغ الاجمالي على الفوائد اللي ماخذينها حوالي 600,000، يزيد عليك 200-260,000، يمكن يوصل مليون. يعني في نهايه العقد هذا يوصل بيتك 8 مليون 7 مليون، وفي النهاية ولا يستحق ربع ربع لا ولا ربع. وزي التقرير اللي سويته هذا واحد من النماذج اللي جبناه معاناة الحياة وشفنا هالبيت زي التقرير اللي سويته، يعني ما في فايدة. فمو بس الأخت، في ناس كثير زيها، في ناس يعرفهم هنا في الرياض كثير، والمشكلة مؤسسة النقد لم تجد أي حل. طيب وش علمت وش سويته عشان تطالبون بإنصافكم؟ أول شيء توجهنا لمؤسسة، قدمنا شكوى في نفس البنك، أخذت عمل 7 أيام، قالوا ما عندنا شيء، روح لمؤسسة النقد. قدمنا على مؤسسة النقد شكوى، برضو رجعتنا للبنك، قالت حسب العقد اللي متفق بينكم وبينه. طيب العقد فيه ضلال كبير، فيه غبن، فيه جهل، ما نفهمه، ولا لقينا حل. في الأخير وكلنا المحامي، بعدها توجهنا لكذا أبواب، يعني مثل حقوق الإنسان، مثل نزاهة، مثل قدمنا عليهم كذلك، ولعل وعسى إن شاء الله أنهم يجيبون حقنا. ما احنا مختلفين على عقدهم على فائدتهم، احنا اختلافنا في الزيادات اللي تؤخذ بغير وجه حق. طيب خليني يعني اتطرق الموضوع من ناحية قانونية، واسألك يعني اخوي منصور عن مدى نظامية هذا الإجراء اللي قاعدة تسويه البنوك مع المتضررين، والخطوات القانونية اللي جالسين تعملون عليها لإنصافهم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، رب اشرح لي صدري. أخي الكريم، العقود التي وقعت ما بين البنوك وبين المتضررين هي عقود بصفة عامة تجدها أنت مغلفة بالوضوح، مغلفة بأنه ما يحتاج أنك يعني تبحث عنها، لدرجة أنه حتى تكلم عن مجال الصيانة وتكلم عن الأضرار الآن اللي مرت فيها الأخت بأنه فلان يعالجها وفلان. لكن دائما في حاجة عندنا في القانون، وقبل القانون فيه شيء اسمه الشرع، الجهالة في الشيء تلغي قيمته أو تلغي جوازه. أنت الآن لما تجي تشتري كأس موية بدون سعر معين أو سعر مجهول، أنت في الحالة هذه حتقول أنا هذا الكأس ثمنه غير معروف لدي، فإذا العلاقة بيني وبين شراء هذا الكأس غير صحيحة. كذلك هذه العقود البنوك الآن هو كل سنتين يعمل لك إعادة فلترة، يسوي إعادة تقييم، إعادة تقييم زي ما تفضل الأخوان السايبر، يقول لك ارتفع أو نزل أو كذا. فإحنا كل سنتين نعمل إعادة جديدة ورفع الأقساط جديدة. مؤسسة النقد للأسف نظام التمويل العقاري تكلم في الفصل الأول المادة 2 الفقرة 5 عليها إصدار المعايير والإجراءات المتعلقة بالتمويل العقاري. شوف النقطة المهمة، ومراجعة نماذج عقود التمويل العقاري التي يصدرها الممولون العقاريون والتأكد من مطابقتها لتلك المعايير والإجراءات وتحقيقها، حطها بين قوسين، للحماية الواجبة للمستهلك والمستفيد. هذا في نظام التمويل العقاري. نعم، هذه مهمة مؤسسة النقد في هذا المجال أن تقوم بهذا الأمر وتطابق العقود
ولا توافق العقود إلا بعد ما جاء في الفقرة 3 من المادة 9 على الممول العقاري الحصول على خطاب من مؤسسة النقد يتضمن عدم ممانعتها في منتجات التمويل العقاري قبل طرحها. يعني أنت ترى أنه المتضررين غرر بهم عن طريق البنوك؟ عن طريق البنوك بسبب غطاء مؤسسة النقد. مؤسسة النقد لو قالت أنا هذا المنتج أشوفه غير سليم ومخالف للشريعة، الآن أنت عندك بنظام التمويل ونظام التمويل العقاري واللائحة التنفيذية ونظام مراقبة الشركات، أنت عندك شيء اسمه بالبونت العريض، يجب على أن تكون التمويل العقاري غير مخالف للشريعة الإسلامية. وفي مادة ثانية تقول لك يكون لجنة شرعية. طب اللجنة الشرعية طبعا ممكن مؤسسة النقد تقول أنا يا جماعة الخير اللجنة الشرعية قالت أوكي ما عندي مشكلة. اللجنة الشرعية أنا ما أخذ كلامها في هذا الاعتبار لأسباب، أولا المعلومة توصلها غلط، ثانيا اللجنة الشرعية مع احترامي لمن الأشخاص هم الكريم يأخذ مال من المؤسسات هذه ومن الشركات هذه، فإذا أنا شرعا وقانونا لا أقبل فتوى. أنت ما تقبل فتوى اللجان الشرعية في البنوك؟ أبدا. طب في بعض البنوك فيها أعضاء هيئة كبار علماء؟ ولو ومن المشايخ ولو أخي الكريم، نحن نحترم علماءنا وهم مشايخي ولا نقول فيهم شيء، ولكن مجرد أنك تتقاضى مبلغ من هذه الشركات وهذه البنوك وضع عليك علامة استفهام، تخرج مباشرة عن النزاهة والعدالة، لذلك القضاء يبعدك مباشرة. يعني كانك تقول أنه حتى أحيانا إعلانات بعض البنوك اللي تحاول ترغب فيها كثير من العملاء ويحطون اللجنة الشرعية ويسمون مجموعة من المشايخ، يجيك المواطن اللي يفكر ببيت العمر ولقى والله هالتسهيلات وهالإغراءات طريقة الإعلان، لو في لجنة شرعية معطيتنا لأنه هذا هذه ثاني نقطة اللي خلت الناس توقع، فبالتالي تحس أنه تم خداع كثير من الناس بغطاء شرعي على سبيل المثال. حسب ما أعطيه بالمعطيات، هذه نقطة مهمة، حسب المعطيات التي أعطت لهؤلاء المشايخ قد تكون أعطيت معطيات معينة أفتيت أنا بناء عليها. المجمع الفقهي الأردني أفتى بجواز السايبر والقيمة المجهولة في الأجار بنسبة بسيطة جدا لا تتعدى، مجمع كبار العلماء وهيئة كبار العلماء في المملكة أفتت بعدم جواز السايبر. أنا الآن أتكلم من ناحية قانونية، أنت مؤسسة النقد أين أنت؟ إحنا رفعنا الآن دعاوي في المحكمة العامة بهذا الخصوص حول ضد البنوك، طبعا فوجئنا بعدم الاختصاص، بينما المادة 31 من نظام الاختصاص وحالكم على مؤسسة النقد ولا لا؟ قالوا ما لنا دخل، روحوا لجنة المنازعات المصرفية أو التمويلية. طيب يا سيدي، المادة 31 من نظام المرافعة الشرعية تقول أن من اختصاصات المحكمة العامة كل شيء يتعلق في العقار، كل شيء يتعلق، يقول لك هذا عقد ليس له في العقار، لو ما العقد ما صار العقار، لولا العقار ما جاء العقد. العقد مرتبط في العقار، بالتالي ترى أنه كان من الاختصاص مفترض أن ينظر في هذه القضية في المحكمة العامة. أن هناك اختلاف بين وجهات نظر القضاة نفسهم جزاهم الله خير هم مجتهدين في عملية الاختصاص، منهم من أيد الاختصاص، منهم من أيد عدم الاختصاص، ومنهم من نقض الحكم وأيد أن المحكمة هي المختصة فيها. طيب احنا مقبلين معاكم حول هالقضية ومعاناة متضرري سايبر البنوك، خلونا نطلع فاصل قصير وبعد الفاصل نرجع لكم. أهلا فيكم من جديد، نتابع قضية متضرري سايبر البنوك اللي أخذوا قروض من البنوك وتفاجأوا بفائدة متغيرة وأقساط ارتفعت عليهم، إضافة لمعاناة بعض منهم في بيوت كرتونية، يعني هذا يمكن التشبيه السائد اللي يمكن يصف هذه البيوت، فبالتالي صارت المعاناة معاناتين الله يعينهم. فالحديث عنها مستمر وعن المتضررين ومعاناتهم، ويتابع معنا في الاستوديو الأستاذ عبد الله الربدي الكاتب الاقتصادي، وكذلك الأستاذ منصور الرفاعي المحامي والمستشار القانوني وهو محامي كذلك متضرر السايبر، وكذلك الأستاذ تركي العمري وهو المتحدث باسم متضرر السايبر. عبد الله، سمعت يمكن وصف معاناتهم وكيف انهم المشوار اللي كانوا يشتغلون عليه لأجل يعني الحصول على حقوقهم، طبعا في إحصائيين عددهم المتضررين قرابة 10,000 شخص، يعني عدد ليس بالقليل ضحايا لهذه البنوك في هذه المعاناة، كيف تشوف الأمر بشكل عام؟
أعتقد طبعا في أول شيء بالبداية كل تأكيد في تقصير من مؤسسة النقد. وين التقصير فيه؟ خلينا أقول لك وين التقصير. التقصير طبعا من جانب التوعي وجانب الانتباه لهذه المشكلة اللي ممكن تكون في المستقبل. إحنا مرينا في فترة طويلة كانت أسعار السايبر وأسعار الفائدة بشكل عام، يعني السايبر جزء من أسعار الفائدة، أسعار الفائدة بشكل عام حول العالم وبالسعودية بالذات كانت منخفضة، وكانت في فترة من الفترات، وأظن الإخوان اللي كلهم يعني الآن اليوم متضررين دخلوا في هذا الوقت اللي كانت أسعار الفائدة أقل من 2%، وأعتقد أنهم يعني بالغالب أنهم كذا 2% أو أقل حتى. وشفنا إحنا إذا نذكر قبل 3 سنين أسعار التمويل منشورة في كل الصحف وحتى في الشوارع، يحط لك 1 فاصلة هامش ربح، هامش ربح 1.90 1.80 بعض البنوك بدون التسمية يعني كتسويق لهذه القروض. لكن من المنطق اصلا ومن اللي يعرف وخبير في النظام البنكي يعرف انه هذه لن تستمر، لا يمكن تستمر اسعار الفائده بالانخفاض بالشكل هذا، ولا يمكن انك تسوق القروض انها بهذه التكلفه على الابد. وهنا المشكله، يعني وسط النقد بكل تاكيد شايف ان الارتفاع جاي في اسعار الفائده خلال السنوات القليله بعد كانت بشكل اسرع من اللي كنا متوقعينه، فبالتالي المفترض انها اتخذت احترازات في تقنين الاندفاع البنوك نحو اقراض الطابور العملاء لديها زين، وتسويقها لهذه المنتجات بطريقه يعني ممكن زي ما قالوا الاخوان انه لم يتم شرح العمليه لهم بطريقه يعني واضحه، واغلب يعني العملاء ما يعرف ايش السايبر ولا يعرف التكلفه المتغيره ولا يعرف، فبالتالي يعني من حديث الكثير انه يوم عندهم تم شرح لهم انها كانت هذه الفوائد وعلى طول ترى وبالنهايه انت حتدفع كذا وحيكون تكلفه البيت بالاجمال مع الفوائد كذا. الشرح بهذه الطريقه غلط، طبعا هذا تدريس، وحتى لو كان العقد يكتبه في زاويه من الزوايا انه سعر فائده متغير، لكن الشرح غير لانه معلوم ان العملاء ما يقرون، بالتالي المفروض مؤسسه النقد كانت اخذت يعني على عاتقها الانتباه لمشكله وفقاعه راح تصير في هذا الموضوع. فبالتالي اليوم احنا نواجه الفقاعه، الان احنا تونا قايلين بسم الله على فكره في ارتفاع الفوائد ما بعد جت الارتفاع القوي، تتوقع في ارتفاع قادم طبعا الفوائد في ارتفاع، وبالتالي المفروض حتى اللي يفكرون انهم ياخذون قروض من البنوك وتعطيك قروض عقاريه ينتبهون لهالجزئيه. كل تأكيد زمن الفائدة المنخفضة انتهى خلاص، الآن الاتجاه كله على الارتفاع، فبالتالي اليوم احنا بس قايلين بسم الله كذا مع الارتفاعات 3-4-5 سنوات قدام انا اعتقد انه اسعار الفائدة اليوم حتتدبر زين عن اللي موجودة، فبالتالي حقين القروض العقارية اللي ماخذين 20-25 سنة شو بسوي؟ هنا المشكلة اللي بناها على فائدة منخفضة اليوم تو بادي يحس في الوخز بس ما بعد جته العملية، يعني إذا كانوا الحين يعانون فالقادم أمر بعد القادم أمر لهم. ولذلك لابد معالجة هذا الوضع اليوم ولابد من تحرك عاجل يعني لأجل قضيته بالضبط، لابد من معالجة الوضع اليوم. السايبر إذا كان اليوم يعني بأسعار خلنا نقول يعني مثلا 2% مثلا لو فرضنا أنه 2% على أساس نتساهل الأرقام، بعد 4 سنوات لا يمكن يستمر على 2% حتلقى 4 زين، تخيل 4 الآن هم يبكون من 2 فبالتالي 4 كيف حيصير؟ بالتالي حيكون الواقع أشد وأعظم على المتضررين، بالتالي أنا أقول اليوم لابد مؤسسة النقد اليوم لازم تعالج الموضوع قبل ما يكبر ويصير صعب حتى على البنوك أنها تعالجها. يعني عندي سؤال لو سمحت الأستاذ عبد الله، السايبر وين موقعه أستاذ عبد الله؟ السايبر هذا النظام طبعا على شاشة رويترز بين البنوك وما يعرض على الجمهور، يعرض على النظام المصرفي فقط. وتشرب ايه طيب ليش ما يعرض طيب ليش ما يعرض ليش ما يعرض على الناس كلها على الناس ما يعني هو لا يهم المختصين لا يهم غير المختصين، احنا مختصين الان لكن انت لان احنا جزء من هذا العمل هو ما يتغير باليوم يعني حتى يعني متابعته ما هي مفيده لك، مو هذه القضيه انك تشوف السايبر ايش يصير عليه، مو زي سعر الاسهم طيب. مو زي سعر الاسهم يتغير معاك، هو يتغير يمكن بال3-4 شهور شوي بس، لكن اللي طبعا انتم تضررتوا لانه صار
في مشكلة بالسيولة في وقت من الأوقات في الربع الثالث والربع الثاني من العام الماضي. طيب. هذا اللي أثرت عليكم. طيب. بالتالي صار القفزة الكبيرة. طيب. أنا بكمل بس معاكم لأنه الوقت قاعد يداهمني وبعطي كل واحد مجال. تركي وش مطالبتكم؟ مؤسسة النقد ومحافظ مؤسسة النقد اللي تجاوب معنا وقال بنكون معاكم إن شاء الله، لكن خلونا نشوف حلقتكم وراح يكون لنا رد وتجاوب معاكم. هذا وعد، أتمنى أن يلبى هذا الوعد يعني من مؤسسة النقد، وما راح نقول شيء واجد أو يعني نرمي بسهام كثير على مؤسسة النقد حتى نسمع منهم، فأتمنى بس أنه يكون في رد واضح وشفاف من مؤسسة النقد لمعاناة كل هؤلاء المتضررين. تركي وش مطالبتكم من مؤسسة النقد؟ أول شيء طلبنا تثبيت العقد على ما وقعنا عليه أول مرة، اكتفاء البنوك بالمبالغ الإجمالية اللي فهمنا. ثاني شيء إعادة الجدولة بعد التقاعد، ترى ما في، خلاص أنت تقاعدت راتبك كله أخذه مع السلامة بالسالب. ثالث شيء الالتزام بالصيانة، لأني أنا مستأجر ولست أمتلك المنزل، للأسف ما في أحد يطبق أي شيء لا مؤسسة النقد ولا بنوك. العقد اللي بينك وبين البنك منصوص على موضوع الصيانة؟ أي ولا نعم. بينك وبين أي نعم الصيانة الأساسية. أي الصيانة الأساسية البنك البنك نعم. المفترض البنك هو الصيانة الصيانة الأساسية وليس التشغيلية. يعني حتى لجان التقييم في البنوك مع احترامي وتقديري يعني ورطوا ناس كثيرين جداً. قيموا بيوت على بأسعار غير أسعارها الحقيقية للأسف. أمر آخر أنت يعني ما همكم بس تكلفة البيت، طيب شوفوا مدى ملائمة البيت مواصفات البيت. للأسف كثير من تجار العقار يجمع القرشات من هنا ويبنين هالفلة بأقل المواصفات، المغاسل اللي يجيبها أقل الأسعار، الأدوات البناء اللي يستخدمها من أرد الأدوات، لأنه بيبيع في النهاية ما هو بساكن هالبيت. صحيح. بيلزقها في ظهر هالمساكين اللي أخذوا قروض وتزيد عليهم الفوائد من البنوك وعشرين سنة قدام الله يعينهم. شيء الأهم من هذا كله إرجاع المبالغ اللي أخذت وحطوا فيها شماعة السايبر والغاء السايبر من عقودنا كامل واكتفاء البنوك. خلاص هي البنك أساسا ما أخذ فائدة ومرتاح ومبسوط، ما عنده أي مشكلة، ليش تربطني بسايبر؟ أربطني يا أخي بالمؤشر العقاري، ولا عشان المؤشر العقاري بينزل وتنفضح أمرك. أنا ما زلت أتكلم في جزئية معينة. طيب أنا بختم معاك، عطني جزئية معينة وعطني المسار القانوني المفترض طيب تأخذ طيب هذه القضية حتى ينصف هؤلاء المتضررين. إحنا بدأنا في المسار الأول وما زلنا شغالين فيه بناء على عن طريق المجلس القضاء الأعلى. الآن رفعت قضايا على مؤسسة النقد بحكم الاختصاص أنها مسؤولة عن البنوك، بما جاء للمؤسسة وضع صيغ نموذجية لعقود التمويل العقاري، وعلى الممول العقاري الالتزام بتلك الصيغ النموذجية ما لم يوصل على غير ذلك. مادة 11 يجب أن يتصدر عقد التمويل العقاري ملخص، الكلمة اللي قالها الأخ عبد الله، ملخص يتضمن المعلومات الأساسية للمنتج التمويلي وأحكام التمويل الأساسية بلغة واضحة للمستفيد وفقا للنموذج التي تقرره مؤسسة النقد. يا مؤسسة النقد أنت أقريتي نموذج سايبر، ليش الهروب من الحقيقة؟ أنت يا مؤسسة النقد أقريتي نموذج سايبر، عليك أن تزيليه مباشرة الآن بحكم اختصاصك ومراقبتك بناء على نظام المراقبة البنوك. طب لجنة المنازعات المصرفية التمويلية ما أنصفتكم في هذا؟ حبيبي لجنة المنازعات المصرفية التمويلية عندها حكم، وأنا قرأت الحكم هذا ضد أحد البنوك وقالت ليس من اختصاص لجنة المنازعات التمويلية. أجل اختصاص مين؟ أقسم لك بالله، وهذا أنا أقسم أمام الناس يعني أنا قرأت الاختصاص، الرجل جاء عندي أحد العملاء وقال لي تفضل أنا وين أروح؟ هذه لجنة مستقلة، لجنة المنازعات المصرفية هي المفروض تتابع مؤسسة النقد، هي تابعة لمؤسسة النقد، يعني حكم وخصم مفروض أنها تبتعد. كل يجب أن كل لجنة قضائية جمارك نقد ثقافة أوراق مالية كلها تنزل تحت القضاء حتى يكون هناك شفافية وعدالة ونزاهة. المطالب النقطة أخيرة معليش أنا آسف جدا. تفضل. النظام اللجنة المصرفية التي صدر عام 1433 هذه بين قوسين 1433 قال أن لجنة المنازعات المصرفية مسؤولة عن أي عقد تمويل ما عدا العقود ما عدا الشيء المنصب على عين العقار. 1435 نظام المرافعة الشرعية قال في مادة 31 أن المحكمة المختصة في كل شيء يخص العقار. أنا وين أروح؟ الآن نحن رفعنا دعوة على مؤسسة النقد بحكم الاحتصاص في ديوان المظالم في ديوان المظالم في المحكمة الإدارية، ونتمنى أنه نجد حل قبل لا نوصل. يا أخي إحنا هدفنا الوطن، مو هدفي أني أجمع فلوس وأحط في جيبي،
هذا في الوطن وسمعة الوطن يا أخي. بكرة أنا عندي منظمة تجارة عالمية، بكرة أنا عندي ناس حتنكب عندي وشركات بالهبل. إذا ما في اختصاص وما في شفافية، سلام عليكم. أعانكم الله، هذا صوت المعاناة. أتمنى يكون تجاوب من مؤسسة النقد كما وعدونا محافظ مع المحافظة مؤسسة النقد، وعدنا بالتجاوب. يشوفون حلقتنا شفتم المعاناة، هذا الصوت قد وصل لكم. أتمنى نجد جوابا لهذه المعاناة وحلا لمشكلة هؤلاء المتضررين في قادم الأيام، وننتظر إن شاء الله التجاوب وصوتكم. أنا أشكر من شارك معنا أستاذ عبد الله الربدي الكاتب الاقتصادي، يعطيك ألف عافية. شكرا كذلك أستاذ منصور الرفاعي محامي والمستشار القانوني ومحامي المتضررين، والشكر كذلك لتركي العمري المتحدث باسم المتضررين. أعانكم الله يا تركي. اللهم آمين. اللهم آمين. إن شاء الله ما يضيع حق وراهم طالب بإذن الله، حتى لو كان خصمك هو الحكم بعد كذلك. نقطة أخيرة، أنا أرسلت خطاب، أرسلنا خطاب رئاسة مجلس الوزراء لمشكلة التناقض في الأنظمة. أتمنى نجد حل بهذا الخصوص من قبل هيئة الخبراء بإذن الله. أتمنى يصل لهم إن شاء الله هذا الأمر، ونجد الحلول قبل أن تتفاقم المعاناة. فاصل وبعد الفاصل نرجع لكم.